ليلى يلا حبيبتي بلاش ما نتأخر على المدرسة. يلا بابا أنا جاهزة. مشاكل داخلية، مشاكل خارجية، مصايب الاحتلال. الليلة عيد ميلاد ليلى الساعة 8. طيب؟ طيب 8. شو قلت لي اسم حضرتك؟ أبو ليلى. أبو ليلى. والتاكسي اللي برا هذا تحت لك. أينان؟ مرشح قاضي. بس قانونياً بتقدرش تقعد حد الشوفير من غير ما تحط إشارات. قانونياً صباح الخير يا قانون. أنا لقيت هذا التليفون بالتاكسي اللي بعرف شو من صاحبه. طيب. فمفروض أسلمه للشرطة. يا أخوي أنا تحت طاولة بقلب جهنم حمراء، بحكي معك بعدين. أو أنت بتحكي معي بعدين. أو هو بحكي معك لما التليفون يصير معه. هذا التاكسي إلي مش تابع للعرس. مش تابع للعرس؟ لا. عمي خذ التاكسي تبعك وحطه مكان ثاني. وبسرعة. لا لا لحد هون وبس. ما بسمح الكاش تحكي معاي هيك، مفهوم؟ كمان شوي بصل بالتاكسي على المستشفى، بطلع التاكسي من المستشفى وبجيب لك تلفونك وخلص. بيني وبينك هو مش راضي عن الوضع بالمرة. إذا أنا مش فاهم إشي كيف بدك تفهم يا صاحبي؟